صباح الخير عليكم المشاهدين، صباح النور، صباح الورد وصباح الياسمين. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي تمام الصحة والعافية، لا انتم ولا الناس العزاز عليكم. قبل ما ندوز للموضوع ضروري نصلي على النبي. صلاة وسلام على رسول الله، إلى جا سيدنا محمد. الله مع الجه العري. خسارة ما كنعرفش نزغرت المشاهدين، ولكم ضروري نسالكم زغرتوا في التعاليق وتصليوا على النبي. انا كنقول مال هاد الايامات اليوتيوب منور، ومال هاد الايامات اليوتيوب مقربل، ومال هاد الايامات كلاب السريعه جاعرن، ومال هاد الايامات المفرقع وكلاب جاعرن علينا ياكلوا باس، والسريعه مخرجه نيابها ياكلوا باس. قول لي بانت النواره في اليوتيوب، ضوات علينا اليوتيوب. ايه بنت سي فؤاد تبارك الله عليكم، مرحبا بك في اليوتيوب المغربي، تخدمي على راسك. شوفوا راه لا مجال للمقارنه باش تقارنوا لي العاقه المسخوطه اللي مشات تغتصبت بالاراده ديالها مع ايه. خارجين شي وحدين كيتنمروا على ايه وما عاجبهمش الحال وغادي يحماقوا وغادي يتسطاو، وقال لك حقه ما حقه. سي فؤاد كيستغل بنته وغيتاجر فيها، وعلاش مخرجه اليوتيوب؟ اجي واجي 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 سي فؤاد، كون بغى يستغل بنته فعلا ايه كون استغلها ملي الله كان عند المشكل وفي عز البوز، كون خرجات في ديك الساعه ايه ودات قناه ديالها ماشي غادا تطلع الطوندونس، المشاهده غتكون عندها مفرقع اكثر من المفرقع، وتبقى تعطيكم الحصري من القناه ديالها. ولكن ايه لا رفضات، والوالد ديالها رفض انه يبين بنته، وايه رفضات انها تبان في اليوتيوب ديك الساعه، العكس ديال بنت المفرقع العاقه اللي خارجه وكتبندل وكتعاير فيها وكتقول لكم هي كتبان قدي قدها، ولا دارت داكشي راه غتكون بالاراده ديالها، وانا حتى انا اللي داكشي غنكون بالاراده ديالي، وكتصنطح وكتعطيكم وكتقول لكم ولا كان مغتصب عادي ماشي مشكل، والشرف ماشي مهم، وكتجبه. العكس اللي كانت ايه كتجري وكتطلع وتهبط المحاكم هي والاب ديالها، واقفه على حقها باش تجيب حقها بالقانون، ماشي خارجه كتاجر به كما بنت المفرقع والديوتي ديال المفرقع كيبيع ويشري في الشرف ديال بنته. الحمد لله الاب ديال ايه ما بغاش يبيع الشرف ديال بنته، ملي كان المفرقع كيتفاوض معاه في الطابله ملاين صحاح كيقول ليه نزوجوا الدريه البنت والتنازل وحقه، قال لي لا اللي دارها القانون مرحبا، حنا كاملين بهذا القانون. ما بغاش يبيع بنته والشرف ديال بنته، مع العلم ان السيد محتاجه في امس الحاجه ديك الساعه الفلوس. ومشينا عنده انا والسي مطام الفرشه، ودخلنا عنده وشفنا السيد فين كيعيش والحاله فين كيعيشوا، لا حول ولا قوه الا بالله. ولكن هكاك بقى بعزو وبالرجوله ديالو وما باعش بنته. دابا دار قناه لبنته، بنته تقرات بنته تبان وبالاراده ديال الاب ديالها عادي ماشي مشكل، المحتوى ديالها زوين تخدم على راسها تعاون راسها. وكاملين بغيناكم تساندوا ايه وتابوناو في القناه ديالها باش هاد البنت تعاون الاب ديالها. راكم شفتوا اللباس اللي كتبان فيه، جليليبه عاديه وجالسه، شو سبحان الله مقبوله، والله الا مقبوله آية مقبولة. شو ملي كتشوف آية قارنوا لي غير آية وخا لا مجال للمقارنة، غير آية مع بنات المفرقع. شوف واحد اللقطة، شو السيدة كمتبتة وجالسة والابتسامة وكتبان فيها البراءة أو أنها مظلومة، عكس بنات المفرقع اللي كيجلسوا وكيجبهوا باغي مزوقا كالتعريجات وكيزيروا. واش عمركم شفتوا العاقة بشي جلابة وجالسة حدا بوها ومتبتة بحال هكاك؟ ياك هي كتنقز من هكا والسريعة تنقز من هكا والزهير ومصدية العنق تنقز من هكا، ما كيخليو حتى تسمع الفيديو على خاطرك. العكس ديال آية، وكنتمنى وكنتمناو آية أنك تبقى في المحتوى ديالك وتبقاي انتي كيما انتي، ما يبدلوكش الناس ولا التعاليق يأثروا عليك، ما تسوقيش للتعاليق. انتي الحمد لله بنت شريفة عفيفة، وداكشي اللي وقع لك ما وقعش لك بالإرادة ديالك، انتي ضحية واحد البيدوفيل، واحد المغتصب، واحد الوحش الآدمي. انتي ما عندك حتى شي ذنب، انتي كتبقاي قاصر وما عندكلاش تحشمي ولا تمرقي، بالعكس هزي راسك للسما وافتخري بالاب ديالك اللي ما فضلش انه يبيعك ويتاجر بك ويتاجر بالشرف ديالك، مع ان العلم ان الاب ديالك محتاج هكاك ووقف على حقك ومازال كيناضل، مازال كمشوه مشى للرباط وهز اللافته وكيغوت على حق بنته، مازال ما استسلمش. العكس على بكريشه اللي غادي يصيفط زهير الحبيب بيس باش يغطي على الزبره ديالو اللي حق نزوجوهم، وخارج كيشكر في المغتصب. شوفوا شوفوا شو الرجوله ديال السي فؤاد كي دايره، شو الرجوله ديال السي فؤاد كي دايره، محتاج الفلوس ما عندوش وكيطلع وكيهبط للجمعيات وهنا ويخجل على حق بنته. المفرقع
خارج كيدير ديديكاس اللي فسد ليه مع بنته زهير، كيقول تحية لعائلة السي زهير. ردوا السي زهير هذا اللي كلا الحلوى لبنته وفسد مع بنته، كيقول لي هو السي زهير. بالعكس ديال السي فؤاد تبارك الله عليه، وكلنا آية. والله قسم اخوتي انا بعدا فرحت في هذا رمضان، فرحت ملي شفت آية دارت قناة. واخا كنا حنا شحال اللي كنقول آية ديري قناة، عاوني راسك عاوني الأب ديالك، حتى السي فؤاد كنا قلناها ليه، ولكن ديك الساعة كانت باقا آية كتمر من ظروف صعيبة، ومن حقها ان البنت ديك الساعه ما كانش يصلح لانها دير قناه، كانت باقا البنت على ضغوطات، كان داكشي اللي داز عليها ماشي ساهل. دابا الحمد لله ملي تحسنات النفسيه ديالها دير قناه، هذا هو الوقت المناسب اختاراته، وان شاء الله كاملين غندعموها وكلنا غنبارطاجيو ان شاء الله حتى توصل هذه البنيه وتعاون والديها. وبالحلال غير فلوقات الله يعملك ما طيبي غير بالراد ديال اتاي، وتجلسي انت الاب ديالك دير معنا فيديوهات مع الام ديالك مع خواتاتك مع عائلتك عادي، كلنا غندعموك لانك بنت صادقه ومعقوله، وانت ضحيه واحد الوحش، واحد العائله ديال الديوتيين، واحد العائله ديال الكلاب، واحد العائله ديال الوحوش المفترسه، انت ضحيه ديالهم، ما عندك لاش تمرقي. والتعاليق السلبيه عارفه راه غير من بكريشه وربيعته راه غيهاجموك في التعاليق، ما تسوقيش للتعاليق مره، قري التعاليق زوينا، هذه نصيحه لك ايه، قراي التعاليق الايجابيه، ما تسوقيش للتعاليق السلبيه، راه ضروري غادي يجيوك بنات بكريشه تما والسريعه ويبغيو يستفزوك. كما شفتوا راه اصلا ما حملوكش تخرجي اليوتيوب، ما بغاوكش اصلا ديري قناه، حيت هما كيبغيو ديما يكونوا هما الطوب وهما الاحسن وما كاين ما احسن، ولكن جاب لكم الله اللي غادا تحدكم وغطفيكم في اليوتيوب ان شاء الله. وبالحلال خدم على راسها بالحلال، وداكشي محترم، ما كاين لا عري منا لا المسلم من نمر لا زير على والو، جليلي ديالها والبراءة سبحان الله، والله الا بريء هذيك البنت مقبولة سبحان الله، غير شوفوا تفرجوا في الفيديوهات ديالها وشوفوا شحال مقبولة وبين عليها الصدق. بنات المفارقة كيطردوا في عينيهم بحال الجنيات تقولوا والله الا بحال الجنيات، كيخلعوا بداك الماكياج بقاو يديروا الماكياج ولا كيبانوا كبر من اللاج ديالهم، عليها السريعة خارجة جاعرة مخرجة دوك النياب ديالها، وكتعاير في الخزان وكتعاير في القنوات. انا كنقول مالها مال هذه السيده الجاعره، مال الكلاب ديال السريعه هجموا عليا البارح في واحد الفيديو ما خلاوش ليا في التعاليق، كنقول انا مالهم مالهم جاعر عليا الجعره كامله. عاد هو طلع ليا الفيديو ديال الخزان، دخلت كنشوف ودخلت القناه ديال ايه، قلت قول لي القضيه في الطاقيه، وصلكم الصاد ايه، واش هي بنت المفرقع البنت اللي كنتي كتعايري فيها وكتبندري عليها وانتيا وباغا تصيفطي بابا عمي للحبس وهذه هي خدات حقها الحمد لله بالقانون، خدات حقها ربي يوفقك يتعاقب، وغدير قناه وتخدم على راسها وغتجمع اكثر من دوك الفلوس اللي كنتو غتعطيوها في الشرف ديالها. شتي اللي كيبغي الحلال، اي البنت رفضت انها تبيع الشرف ديالها مقابل ان البيدوفيل ما يتعاقبش، ودابا الحمد لله غدير قناه وربي غادي يسر لها، والله حتى ربي غادي يسر لها ويسهل عليها ان شاء الله، مادام يختار طريق الحلال واختار تاخذ حقها ربي غادي يسهل عليها، والناس كاملين غيدعموها ولو ما يدعموهاش ماديا، يدعموها غير بالمشاهدات ديالهم وباللايك ديالهم وبالبارطاج ديالهم، وان شاء الله غتوصل وتنقد والديها وتكون السند ديال الاب ديالها، تعوضو مسكين ديك التمارة اللي كيضرب راك معرفين راه غير مفرج في الزنقة، لا حول ولا قوة الا بالله، ولكن الرجولة ديما غنبقاو نحترمو السي فؤاد. السي فؤاد انا بعدا فوق راسي هنا تاج فوق الراس، احترام داك الاب، الرجل بمعنى الكلمه، الرجل المغربي بمعنى الكلمه، هذه هي خاصنا نسميو عليها الاسره المغربيه، ماشي انت ابو كريشه هادو، السيد اللي بنفسه ما باعش الشرف بنته، عكسك انت، هكا ديما اموت يا السريعه يا المسيميمه، هكا ديما اموت يا غزينو يا المسيميمه، هكا ديما موت يا العاقيل المسيميمه، وتحياتي لكم المشاهدين. الى فيديو قادم ان شاء الله، ما تنسونيش من اللايكات ديالكم وضابلوا التعاليق والبارتاج فضلا وليس امرا.